على الرغم من أن الطلاب قد ينجذبون إلى مجالات معينة أثناء وجودهم في المدرسة لأسباب تتجاوز الراتب والأمن الوظيفي، إلا أن الواقع يتحدث بعد التخرج ويصبح شكل الراتب أكثر أهمية. وهذه أكثر 10 تخصصات جامعية نديم خريجوها عليها بحسب استطلاع للرأي والصحافة تترأس هذه القائمة، كذلك علم الاجتماع والفنون والدراسات العامة، وحتى من درس في مجالات الاتصالات والتعليم وإدارة التسويق والأبحاث نادمة على ذلك. العلوم السياسية ضمن هذه القائمة أيضاً، وكذلك علم الأحياء واللغة الإنجليزية. ومن بين الخريجين الذين أعربوا عن أسفهم لتخصصهم، قال معظمهم أنه إذا تمكنوا من العودة فسيختارون الآن علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال بدلاً من ذلك. فوفقاً لموقع زيب ريكروتمنت، فإن متوسط عائد هذا التخصص سنوياً يبلغ 100 ألف دولار تقريباً، وهم الأسعد بشكل عام.